كانت من الحاجات اللي كان فيها اهتمام كبير جدا وحصلت في نص اليوم هو إلغاء حبس المفكر الكبير الإسلامي دكتور أحمد عبده ماهر. كان في حكم عليه، كان في قضية اترفعت طبعا في شهر نوفمبر وتم إيقاف الحكم. المحامي الخاص بالمفكر الكبير عمل استشكال واستئناف، تم قبول الاستئناف بتاعه، وهو أدلى بتصريحات على فكرة للأهرام كان بيتكلم فيها على ان الكتاب اللي اثار الجدل واترفعت عليه طيب هو ما فيهوش اي نوع من انواع المخالفات، وكان بيتكلم على كانت المحكمه ارتأت ان في ازدراء للدين الاسلامي، خد حكم 5 سنوات، مكتب التصديق الاستئنافي في امن الدوله الغى او اوقف هذا الحكم لاسباب هنعرفها من السيد المستشار نجيب جبرائيل رئيس فريق الدفاع عن الأستاذ أحمد عبد ماهر. أهلا وسهلا نجيب بيك. أهلا أستاذ خيري، تحياتنا لحضرتك ورسولنا الكريم. أهلا يا فندم. أهلا بيك سيادة المستشار. يعني أكيد عندنا شغف نعرف إيه الأشياء اللي استندت عليها حضرتك وهيئة الدفاع علشان إلغاء هذا الحكم. والله هو الحكم طبعا صادر في نوفمبر الماضي بتهمة ازدراء الدين الإسلامي للمستشار أحمد عبد ماهر مفكر إسلامي الكبير، وأيضا قضت محكمة أمن الدولة في النزهة بحبسه 5 سنوات، ودي أقصى عقوبة بالنسبة لإزدراء الدين. يعني الحقيقة كان الحكم يعني اشتمل على عوار، يعني عوار كلمة معنى عوار يعني مخالفات في الحكم، يعني أخطاء قانونية. الحقيقة استندنا إليها أول خطأ كان إن المفروض إن نيابة أمن الدولة العليا تقوم بالتحقيق، هو للأسف نيابة النزهة قامت بالتحقيق، وده الحقيقة يعني زي ما قالت محكمة النقض ده إخلال جوهري، وده أول سند في سندنا في الطعن. الأمر الثاني كمان إن هذا الكتاب اللي هو إضلال الأمة في فقه الأئمة أو فقه الأئمة في إضلال الأمة، هي كان ده بيباع وخد تصريح من دار الكتب، وأيضا اللي بتقوم بالبيع بتاعته اللي هو دار المعارف، يعني جهة حكومية مؤسسة حكومية من 2017. نعم يعني من 2017 هي، فكان يعني كيف يباح بيعه من وخد ترقيم دولي من دار الكتب ودار المعارف الحكوميه تبيعه، ثم ان يتم ان ولم يصادر، ولا الازهر الشريف قام بمصادرته او طلب مصادرته، ولا اي جهاز من اجهزه الدوله قامت بمصادرته، مما يعني ان هذا الكتاب مباح وما جاء به مباح. الامر الثالث الحقيقه كان ان يعني اللي هو الاخلال بحق الدفاع الجوهري زي ما قلت لحضرتك، و يعني مكتب التصديق الحاكم العسكري هو طبعا مجموعه من المستشارين، وفي البدايه طبعا كنت اشكر هو الحاكم العسكري ولا امن الدوله؟ ما هو مكتب التصديق هو مكتب التصديق على احكام امن الدوله، احكام امن الدوله ما فيهاش استئناف، فيها التماس حتى النظر في تصديق يا اما الحاكم العسكري او مجموعه من المستشارين. يعني كلمه حاكم عسكري مش معناها ان لا، هو مجموعه من المستشارين بيندبوا من مجلس الوزراء، وطبعا هو تابع لرئاسة الجمهورية هذا المكتب على ما أعتقد، رئيس الجمهورية يفوض رئيس مجلس الوزراء نعم طبق القانون يعني. طيب هذا القرار والتصديق الآن من هذا المكتب، يعني القضية انتهت ولا في إعادة لا المحاكم إما بيوقف التنفيذ أو بيلغي الحكم وإعادة المحاكمة. هو الحقيقة ألغى الحكم نهائيا وتم إعادة المحاكمة، هتكون يوم 7 فبراير ان شاء الله في محكمه النزهه اللي جايه مصر الجديده. يعني محكمه نزهه امن دوله ولا محكمه نزهه امن دوله؟ امن دوله، امن دوله قبل يعني هو امام محكمه امن الدوله بالنزهه 7 فبراير 7 فبراير بالظبط كده. فيعني دي المعلومات الحقيقه، والكتاب ده طبعا مباح وبيتباع. وفي نقطه مهمه كمان، يعني القضاء على الجريمه 3 سنين، الكتاب من 2017 وبيحكم في 22، يعني الحقيقه والعمليه التحقيقات من سنه، يعني تبقى قضت الدعوه بالتقادم، يعني مر عليها 3 سنين. يعني من الناحيه الشكليه ومن الناحيه القانونيه. اما من الناحيه طبعا ما جاء في الكتاب طبعا هو يعني دافعنا عن حريه فكر نختلف وتنقيه الخطاب الديني، ده يعني في ظل منظومه الدوله بتنادي بيها اللي هي حقوق الانسان. يعني بنشكرك جدا، بنشكرك استاذ نجيب جبرائيل رئيس لجنه الدفاع عن الاستاذ احمد عبد ماهر.